بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة الفاتحة للمأموم، حكم قراءة الفاتحة للمأموم. واحد بيسأل بيقول لك أنا بصلي وراء إمام وما بلحقش أقرأ الفاتحة، لأنه هو بيقرأ الفاتحة وبعد كده ما بيسكتش، المفروض أن في سكتة ما بين الفاتحة والسورة اللي بعديها، فما بيسكتش فما بلحقش أقرأ الفاتحة، أعمل إيه؟ أولا لازم تعرف أهمية الفاتحة في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، لا صلاة صحيحة مش كاملة، لا، لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة. طيب ده يديك إيه؟ يقول لك إنك أنت لازم تقرأ في كل ركعة من الركعات، سواء كنت إمام، سواء كنت مأموم، سواء في الصلوات الجهرية، سواء في الصلوات السرية، لابد أن تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. طب الإمام، مش في أحاديث بتقول لك من كان له إمام فقراءته قراءة له؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أهل العلم ضعفوا الحديث ده، وعلى فرض صحة الحديث هنجمع ما بينه وما بين حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهنقول إيه؟ إن حديث قراءة الإمام قراءة للمأموم صح كده؟ الإمام بيقرأ إيه؟ بيقرأ الفاتحة وبيقرأ سورة. فهنا الحديث ده بيقول لك قراءة الإمام تنوب عن قراءة المأموم، خلاص ماشي، ده لو الحديث ده صح. طب الحديث الثاني هنرميه؟ لا، نجمع بقى، احنا لازم نجمع ما بين الأحاديث. طب وحديث النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ نقول هنا بقى إيه؟ خصص الفاتحة من القراءة كلها. يبقى قراءة الإمام قراءة للمأموم ليست في الفاتحة، وإنما تكون في السورة اللي بعد الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فألزمك إنك أنت تقرأ فاتحة الكتاب، إنما السورة اللي بعد فاتحة الكتاب في ركعتين الأوليين في الصلاة الجهرية النبي عليه الصلاة والسلام ما ألزمكش بها، أمرك بالإنصات ليها. واضح كده؟ يبقى عندي الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة أحد لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طب الإمام بيكون بيقرأ وأنا وراء في الصلاة وعاوز أنصت، يستثنى من الإنصات قراءة الفاتحة، لابد أن تقرأ الفاتحة سواء دخلت في الصلاة من أولها. اقرأ مع الإمام الفاتحة. طب إيه الدليل؟ أقرأ مع الإمام؟ اقرأ مع الإمام الفاتحة. إيه الدليل؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول كان بيصلي فقال بعد الصلاة، قال مالي أنازع لعلكم تقرؤون معي؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. أمها كانوا بيقرأوا مع النبي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام بيحس إن في شوية يعني لغوشة وراه عليه الصلاة والسلام، فلو أنتوا بتقرأوا معايا؟ قالوا له يا رسول الله. قال لهم ما تقرأوش بقى إلا بأم الكتاب بس، والصورة اللي بعد كده النبي عليه السلام أو الإمام ينوب عن المأموم فيها. يبقى أول حاجة ممكن تقرأ الفاتحة مع الإمام، ممكن تقرأها في السكتة اللي بيسكتها الإمام ما بين قراءة الفاتحة وما بين السورة. طب أنا ما لحقتش ودخلت وهو بيقرأ السورة، أقرأ الفاتحة. الدليل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. المهم يبقى الركعة فيها الفاتحة، أي ركعة بدون الفاتحة ما بتبقاش ركعة، بتبقى ناقصة ركن، بتبقى ناقصة ركن، ما ينفعش. واضح؟ يبقى قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لابد أن تأتي به. واضح الكلام؟ واضح الكلام. ده اللي أنا حبيت أقوله
وبينه بالنسبة للفاتحة، لأن ناس كتيرة جدا بتيجي تسأل فيها. أحكام الفقهية دي مهمة، لأن هي دي اللي بتصحح صلاتك، هي دي اللي بتكون سبب في قبول صلاتك عند رب العالمين. ومن اللي بيعلمنا الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.